السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. أهلا بكم إلى ليلة رمضانية جديدة نعيش وإياكم فيها مع كتاب الله الكريم. بداية مشاهدينا الكرام، أرحب معي في هذه الحلقة بأعضاء لجنة التحكيم. بداية أرحب بالشيخ محمد حسن الريمي رئيس اللجنة. مرحبا بك شيخ محمد. حياكم الله. وكما أرحب أيضا بالشيخ عبد الرزاق الحكيم عضو اللجنة. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرزاق. وأرحب أيضا بالشيخ يحيى السنحاني عضو اللجنة. أهلا ومرحبا بك شيخ يحيى. أهلا بكم. وكما أرحب أيضا مشاهدين الكرام بالمتسابقين معنا في هذه الحلقة. يتفضل المتسابق الأول بالتعريف باسمه. الاسم عيسى سالم عمر علي باجريدي، أبلغ من العمر 18 عاما، من محافظة حضرموت، مديرية حجر من منطقة الخشعة. حفظت القرآن الكريم في مركز أبي عبيدة بن الجراح التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن فرع المكلا. ما شاء الله، أهلا وسهلا بك. وأيضا يتفضل المتسابق الثاني بالتعريف باسمه. الاسم ناصر خالد عبد الله الأخضر، أبلغ من العمر 18 عاما، من محافظة شبوة. حفظت القرآن الكريم في دار القرآن الكريم التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. ما شاء الله، وأهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ الجولة الأولى في هذه المسابقة، عنوان هذه الحلقة التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. يا قارئ القرآن رتل وارتقي، فالرب يجزل والقراءة تشفع. يا قارئ القرآن رتل وارتقي، لك في رحاب الله عيش أمتع. فالنفس في روض الكتاب سعيدة، والعين في حسن اللطائف ترتع. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ الجولة الأولى من هذه المسابقة، تتفضل لجنة التحكيم بطرح السؤال الأول على المتسابق الأول. مرحبا بك يا عيسى. السؤال الأول من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بارك الله فيك يا عيسى. ننتقل للطالب الثاني، الطالب ناصر خالد الأخضر مع الشيخ عبد الرزاق الحكيم. الطالب ناصر خالد الأخضر حياك الله ومرحبا بك. أسمعنا السؤال الأول من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انتبه. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. حسبك وبارك الله فيك. بارك الله في المتسابقين. أيها الإخوة الأكارم، إن من المتفق عليه بين المسلمين بأن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية، أنه لا يجوز مخالفة السنة في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس. نبقى وإياكم مشاهدين الكرام إلى متابعة الفقرة التالية، فقرة مفهوم قرآن. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله القائل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هكذا يتحدث الله تعالى عن كتابه الكريم. أأنتم أعلم أم الله تعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يتحدث الله تعالى عن كتابه وهو أن من التزمه وسار على نوره فسوف يهدى سبل السلام في الدنيا وسبل السلام والنعيم في الآخرة، سوف يسير في صراط مستقيم، سوف يترك دوائر الظلمات ويلتحق بدوائر النور. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لنا: تركت فيكم ما لو تمسكتم بهما ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، أي أنهما صمام أمان من الضلال والتيه والحيرة في الدنيا ثم الشقاء والعذاب في الآخرة. ما هما يا رسول الله؟ إنهما كتاب الله وسنتي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله تعالى أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة بعنوان التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، التحاكم إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم قوانين الدين إما الهدى وإما الهوى، إما الوحي الإلهي أو الرأي البشري، إما العصمة الربانية وإما القدرة البشرية القاصرة. ومن اتبع الهوى فقد هوى، أما من اتبع الهدى فقد اهتدى. هذا هو قانون الله تعالى في حياتنا. فمن اتبع هداي أي تحاكم إليه وعمل به واتخذه شرعة ومنهاجا ودستورا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أما كما قال الله تعالى: من اتخذ الطريق الآخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة والأخوات الفضلاء جميعا، طريقنا إن أردناه آمنا مستقرا سليما مطمئنا حرا قويا غنيا رخاء سعيدا، فلا بد أن يكون من خلال احتكامنا إلى الله، احتكامنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل المقصد الأعلى والغاية السنية من إنزال الكتاب هو أن الله تعالى أراد بهذا الكتاب أن يكون حاكما بين الناس. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله أي بشرع الله سبحانه وتعالى ومن خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا طريق في هذه الحياة
لا طريق للخير إلا من خلال أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا هو الحقيقة أعظم مظاهر الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم قال الله تعالى بعدها: ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى يدعونا: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله والرسول. هذه دعوة الله، وهذا هو طريق الخير، القرآن لنتحاكم إليه وليس لأشياء ثانوية هامشية. هل حباكم آياته الدر تتلى بغية الرزق بكرة وعشية، أم حباكم به تمائم حفظ تطرد الجن إذ تمس الصبية، إنه الروح والهدى يا قوم ونور يطوي الدياجي طيا، فخذوه بقوة واحفظوه تبلغ المجد والمكان العليا. هذا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم دستور وأعظم منهاج للحياة والمعيشة، للحياة السعيدة والمعيشة العزيزة ثم للنعيم المقيم في الآخرة. فعلينا أن يكون منهاجنا في الحياة أن نحتكم إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله، وأن نقيم حياتنا كلها على هدي القرآن والسنة. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الجولة الثانية من هذه المسابقة، وأرحب مجددا أيضا بأعضاء لجنة التحكيم وبالمتسابقين معنا في هذه الحلقة، المتسابق عيسى سالم والمتسابق ناصر خالد، وأيضا أترك المجال أيضا لأعضاء لجنة التحكيم لطرح السؤال الثاني على المتسابقين. مرحبا بك يا عيسى مرة أخرى، أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى في السؤال الثاني: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آية، آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا لكم نذير، وإنما
وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. حسبك بارك الله فيك يا عيسى. تسابق الثاني ناصر خالد نخنر، مرحبا بك مرة أخرى، وأسمعنا السؤال الثاني من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا يا أيها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن شاء الله بارك الله فيك يا ناصر. بارك الله في المتسابقين معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل أن نستمع إلى النتيجة النهائية لهذه المسابقة نذهب إلى فاصل إعلاني قصير، وعقب الفاصل أيضا نتابع استراحة لفرقة إنشادية تتحدث عن هذا الموضوع. هذا البرنامج برعاية وزارة الأوقاف والإرشاد. نبض حنان رباني صوت بلاغ قرآن
أحيا الكون لكي أحيا لن يرحم من آذاني. روحي ودمي وحياتي عرضي مالي قدراتي، حفظ الله كرامتها وحما حرمة حرماتي. صان وجودي وأماني بأخي المسلم أوصاني. خلق النفس وسواها ربي بالحق حماها، كرمها الله وأحيا من بالرحمة أحياها. وتوعد من أزهقها سل السيف على الجاني. نهر دماء كيف جرى، ماذا يا إنسان جرى؟ أنبت خوفا أحقادا، ذهب الوزر بمن وزرى. يا ينبوع الإيمان يطفئ نارا بركاني. أمنع عنه يدي وفمي، أحميك لأحمي نفسي، ديني أعرافي قيمي. فإذا طفف ميزاني هلك السلم الإنساني. شكراً للإنشاد الهادف الذي يجسد دائماً القيم النبيلة في حياتنا. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام إلى إعلان النتيجة النهائية. يتفضل أعضاء لجنة التحكيم بإعلان النتيجة النهائية للمتسابقين معنا في هذه الحلقة. مرحباً بالمتسابقين مرة ثانية. حصل على المركز الأول في هذه الليلة الأخ عيسى سالم باجريدي، حيث حصل في الحفظ على 49.5 الدرجة، وحصل في التلاوة على 50 درجة. مجموع درجاتك يا عيسى 99.5 درجة. أما ناصر خالد الأخضر حصل في على المركز الثاني، حيث حصل في الحفظ على 49 درجة، وفي التلاوة على 48 درجة. مجموع درجاتك 97 درجة، والله الموفق. إذن نبارك للمتسابقين معنا في هذه الحلقة. قد حصل عيسى سالم على المركز الأول وحصل على 99 درجة من 100، وأيضا حصل ناصر خالد على المركز الثاني وقد حصل على 97 درجة
من 100. يتفضل الآن مشاهدينا الكرام إلى الاستوديو الدكتور عبد الوهاب المصباحي رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لتسليم الجوائز للمتسابقين. أهلا وسهلا بك يا دكتور. إذن يتفضل الحاصل على المركز الأول عيسى سالم باستلام جائزته 120,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. مبارك عليك يا عيسى. مبارك لعيسى. ويتفضل المتسابق ناصر خالد الذي حصل على المركز الثاني لاستلام جائزته 100,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. مبارك عليك. بارك الله في المتسابقين وشكرا جزيلا لك دكتور عبد الوهاب. ونبقى وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة. سبحان الله سبحان الله. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم معا لخدمة كتاب الله. مشاريع الجمعية: الحلقات القرآنية النموذجية، المراكز القرآنية النسوية، مراكز الإقراء والإجازة بالسند، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، مشروع المسابقات القرآنية، المراكز الصيفية، العمل على توزيع نسخ المصحف، الدورات التدريبية والتأهيلية، حصول الجمعية على شهادة الجودة وتم تكريمها كأفضل مؤسسة تعمل لخدمة القرآن الكريم. الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. قراءة القرآن تعود بالإنسان إلى أصله وإلى نقائه، ويلتقي نور القرآن مع نور الفطرة فيتضاعف هذا النور. نتابع وإياكم مشاهدين الكرام فقرة براعم القرآن الكريم. سبحان الله سبحان الله. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الليلة المباركة وفي فقرة براعم القرآن. هذه الليلة سنعيش مع برعم من هذه البراعم نشأ في رحاب القرآن، إليه للتعريف بنفسه. تفضل. الاسم أحمد علي المزيد، أبلغ من العمر 13 سنة، أحفظ القرآن كاملا. ما شاء الله، تحفظ القرآن كاملا. وستقرأ لنا من فئة العشرة أجزاء. أسمعنا يا أحمد هذا المقطع من سورة غافر من قول الله تبارك وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي
ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما شاء الله حسبك يا أحمد. ما شاء الله وتشجيعا لك من وزارة الأوقاف والإرشاد، ها هي تقدم لك هدية بمقدار 50,000 ريال، تفضل لاستلامها، بارك الله فيك. عليك ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، وكما عودناكم من خلال هذا البرنامج نذهب دائما إلى الجمهور ونحاول أن نلتقي بجمهورنا الكريم في أكثر من محافظة يمنية ونطرح سؤال هذه الحلقة على الجمهور، فإلى الميدان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الميدانية التي تسلط ضوء هذه الليلة على أهمية التحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والسؤال هنا إلى من يرجع الناس أثناء الاختلاف والتنازع؟ يعني يحكموا يعني شيخ عاقل، يعني يحكموا آيات، يعني واحد بينهم كبيرهم، يحكمون بينهم وسط، يعني يكون واحد وسط يصلح بينهم ولي الأمر. من يحكم الناس أثناء الاختلاف؟ القاضي طبعا، شرع الله، القرآن الكريم. يحتكمون للحاكم نفسه، إذا كان الحاكم يعني عنده عدالة أو شيء. لمن يحتكم الناس أثناء الاختلاف والتنازع؟ لمن يحتكم الناس أثناء التنازع والاختلاف؟ لمن يحتكم الناس أثناء التنازع والاختلاف؟ بنقول يعني أثناء الاختلاف والتنازع يكون لمن يحتكم الناس أثناء الاختلاف؟ يحتكم للحاكم، ما نصفر من الحاكم، يحتكم لله سبحانه وتعالى، هو خير الحاكمين. يا القاضي، لمن يرجع الناس أثناء الاختلاف والتنازع؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إجابة موفقة، مبروك عليك الجائزة. الله يبارك فيك. مشاهدين الكرام، حصلنا على إجابة لسؤال هذه الليلة، والجائزة 15,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. مبروك عليك الجائزة. سبحان الله. إذن مشاهدين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، على أمل أن نلتقي بمشيئة الله في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm not afraid.
القرآن تربي أجسام الجنات.